المباراه الثانيه في البطوله وانت صار ثاني على التوالي النادي الافريقي بالمقارنه بموسم الماضي اذا تصور النادي الافريقي في تحسن كبير. والله صحيح في تحسن في النتيجه لكن في الاداء مازلنا بعاد برشا تنقصنا برشا خدمه. صحيح ديبار باهي برشا زوز ماتشوات معناها جبنا فيهم 6 بوان لكن مش هذا النادي الافريقي اللي نعرفوه. مازالت قدامنا برشا خدمه برشا بروغريسيون زاده كما قلت لك حاجه باهي توا عندنا تراف نصلحوا فيها برشا حاجات وان شاء الله قادم افضل النادي الافريقي ان شاء الله. شنو جديد مع المدرب اسعد الدريدي بالمقارنه بالمدربين اللي تعديوا على النادي الافريقي؟ والله اولا مدرب تونسي معنا جاجا تونس، ثانيا يعرف المشكل نتاع النادي الافريقي وجا ديريكت صلح المشكل ويظل الميساج يتعدى خير تونسي يظل نفهموا بعضنا برشا برشا. ميرسي عايش. اكيد ماتش كيما اليوم كنا نجموا لارجومون 4-5 بونتو تشوف ليكازيونات نت في السيمتر لكن كيف كيف عندك زوز ماتشوات في 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 4 ايام ماكش باش تلقى حاجه كبيره لكن الحمد لله المهم لنا احنا حتى كي قبلنا اللاعب عرفنا كيفاش نخرجوا من الفترات هذيك وتروا بوان مهمين ومهمين برشا قبل التراف. سوير نادي الافريقي نعرفوك يبدا كاربوري هكا السيكل باهي يظهر لي نادي الافريقي ما عاد يوقفوا حد ولا انه مازال بكري بصح. لا لا بالنسبه لنا احنا ناخذوا بالماتش بالماتش الحمد لله الديبار كان باهي نحكي بارابور عملاول نحكي في البوانات لكن في الاداء مازلنا بعاد الحقيقه تنقصنا.